ماذا تعرف عن التيتانيك؟ فيلم التيتانيك يعد من أشهر الأفلام التي تم إنتاجها على مر التاريخ، وهو أحد الأفلام الذي يتخذ من الدراما والرومانسية والكارثة محورا له. وجيمس كاميرون هو كاتب القصة ومخرج ومنتج هذا الفيلم، وأدى دور البطولة في الفيلم للممثل ليوناردو دي كابريو والممثلة كيت وينسلت. وكتب كاميرون القصة بناء على حطام سفينة التيتانيك التي غرقت في المحيط الأطلسي وهي متجهة إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان يرى الكاتب القصة وجود قصة حب على سطح هذه السفينة مع وجود خسائر بشرية كثيرة، وذلك لغاية نقل رسالة عاطفية عن هذه الكارثة. تم تصوير مشاهد العصر الحديث من الفيلم خلال شهر يوليو من عام 1996 في أكاديميك ميستيسلاف كيلديشين، وهي سفينة الأبحاث الروسية التي تزن أكثر من 6000 طن. وتم تصوير حطام السفينة في منطقة روزاريتو، وهي أحد المناطق الساحلية الموجودة في ولاية باجا كاليفورنيا، وتبعد مسافة 10 أميال عن الولايات المتحدة الأمريكية. والتصوير الحقيقي للفيلم بدأ في شهر سبتمبر من نفس السنة في استديوهات فوكس باجا التي بنيت حديثا في ذلك الوقت. وتم تصوير بعض المشاهد في منطقة ساوثامبتون في المملكة المتحدة، وهي المكان الذي أبحرت منه التيتانيك. ووصلت تكلفة إنتاج الفيلم إلى 200 مليون دولار أمريكي. من الشخصيات الممثلة ليوناردو دي كابريو، قام ليوناردو دي كابريو بأداء دور جاك داوسن، وهو شاب فقير من منطقة تشيبو فولز الموجودة في ولاية ويسكونسن. وقام جاك بالعديد من الجولات الترحالية في حياته في هذا العام، وكانت آخر رحلاته على ظهر سفينة التيتانيك كمسافر من الدرجة الثالثة مع صديقته فابريزيو. والتقى جاك فتاة جميلة تدعى روز، وقد انجذب إليها لأول وهلة. كيت وينسلت، قام كاميرون باختيار كيت وينسلت كبطلة للفيلم بعدما وجد في وجهها كل مواصفات الجمال. ومثلت كيت وينسلت دور روز دويت التي تبلغ من العمر 17 عاما ويعود أصلها إلى فيلادلفيا بأمريكا. واضطرت روز بعد وفاة والدها الركوب مع والدتها في السفينة لمغادرة البلاد بسبب كثرة الديون المتلازمة بأسرتها. من الممثلين أيضا بيلي زاين، وهو كاليدون ناثان المعروف بكال، وهو خطيب روز ويبلغ 30 من عمره، وكان دوره يمثل الغطرسة والغرور لأنه وريث بيتسبيرغ. إلا أنه انتحر عندما خسر ثروته في انهيار وول ستريت سنة 1929. من الممثلين البارزين في هذا الفيلم فرانسيس فيتشر، يدعى بروث دويت، وهو والد روز، وكان يحاول الحفاظ على المكانة الاجتماعية لعائلته، وذلك من خلال زواج ابنته لكال. غلوريا ستيوارت مثلت دور روز داوسن كالفرت، وتبلغ روز 100 عام، وهي شخصية تروي القصة ما حدث على سطح سفينة التيتانيك منذ أن أبحرت وحتى وصلت إلى قلب المحيط وحدوث التحطم وعمليات الإنقاذ. وهي مثلت دور روز داوسون عندما كبرت وأصبحت عجوزة. من الممثلين أيضا بيل كاتسون، مثل دور بروك لوفيت، وهو صياد يبحث عن الكنز في قلب المحيط بعد مرور 3 سنوات من تحطم سفينة التيتانيك. داني نوسي مثل دور فابريزيو دي روسي، وهو شخص إيطالي وأفضل صديق لجاز، وفاز بتذكرتين للسفر بواسطة سفينة التيتانيك عندما فاز في لعبة البوكر، وتوفي فابريزيو على متن السفينة. جيسون باري مثل دور توماس ريان الملقب بتومي، وهو إيرلندي الجنسية وراكب من الدرجة الثالثة، وكان صديقا لجاك وفابريزيو. اكتسح فيلم التيتانيك معظم الجوائز منذ عرضه في السينما، وقد حصل على جوائز جولدن جلوب وأي سي أي وآدي وغرامي، وحصل على 14 جائزة مقدمة من الأوسكار، وهي أفضل إخراج فني وأفضل تصوير سينمائي وأفضل مؤثرات بصرية وأفضل مونتاج وأفضل تصميم أزياء وأفضل تأثيرات صوتية للتحرير وأفضل نتيجة المسرحية الأصلية وأفضل فيلم للصور المتحركة وأفضل مخرج وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل أغنية، معادلا بذلك الرقم القياسي الذي حققه المخرج جوزيف مانكيفيتس في عام 1950. ووصلت أغنية التايتانيك لمبيعات هائلة جدا من قبل أوركسترا.
فاز الفيلم أيضا كأفضل أداء رجالي من قبل ليوناردو دي كابري وأفضل فيلم ضمن جوائز MTV وجوائز اختيار الشعب وجوائز اختيار الأطفال 1998، وقد فاز العديد من الجوائز خارج الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك جوائز الأكاديمية اليابانية كأفضل فيلم أجنبي لهذا العام. وهذا يعني أن التيتانيك في نهاية المطاف على ما فاز على ما يصل إلى 90 جائزة.